خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، ومسألة الجنسيات العربية العديدة اللي يعني موجودة في أفلام لبوليوود، ودلوقتي بقينا بنشوف في الفترة الأخيرة يمكن جنسيات عربية موجودة في هذه الأفلام، ويمكن آخرهم كانت الممثلة نورة فتحي، الممثلة اللي عندها أصول مغربية. وكمان في عيد الأضحى المبارك انضم الممثل مو اسماعيل علشان يكون اول مصري بيشارك في افلام بوليوود، وده كان من خلال فيلم للاكشن والدراما والرومانسيه. يعني خلينا نسمع اكتر ونعرف اكتر عن الفيلم اللي عرض يوم 8 يوليو الماضي، واسماعيل امام نجم وقف قدام يعني نجوم كبار في بوليوود، ويعني هنعرف منه بقى ايه بالتفصيل ايه اللي حصل وايه كواليس اشتراكه في الفيلم ده، وازاي اصلا قدر انه يوصل لبوليوود. خلينا نرحب بمو اسماعيل اول ممثل مصري في بوليوود. مساء الخير عليك، ويعني ببارك لك على وجودك في الفيلم، وعايز اعرف منك كواليس اشتراكك في الفيلم، وازاي اصلا قدرت ان انت تدخل السينما في بوليوود. اول حاجه مساء الخير عليك، واشكرك طبعا على اهتمامك بالموضوع، وعايز اشكر الشعب المصري كله. السلام عليكم، مساء الخير. اول حاجه شرف ليا كبير جدا. انت عملت مسلسل ولا فيلم في العيد؟ لا ده حضرتك مسلسل اسمه خدها حافظ الجزء الثاني. بالظبط. فالفيلم ده كان من اول الافلام الهنديه البوليوود الكبيره اللي تيجي مصر. فطبعا كانوا الكاستنج اتعمل هنا في مصر لادوار معينه. الحمد لله ترشحت للدور وخدت الدور الحمد لله، وصورناه في شهر 12 اللي فات. طيب احكي لنا بقى كواليس التعامل مع نجوم بوليوود. ماشي. انا الصراحه اول حاجه طبعا يعني انا اتعاملت مع ناس كتير جدا العشر سنين اللي فاتوا في مجالات مختلفه، بالذات في مجال الانتاج، بالذات كانت مره الشغل اكتر شويه، بس دي كانت اول مره في مصر، واول مره اتعامل برضو مع ممثلين الهنديين الكبار جدا. بطل الفيلم واحد اسمه فيديو جاموال، من يعني من التوب 5 مارشال ارتس في العالم، حتى كتمثيل ممثل كويس جدا، وحتى المخرج وكاتب القصه برضو مستر فاروق كبير، من احسن الناس اللي في الهند. ومن بعد طبعا تحقيق نجاح اول فيلم الجزء الاول اختاروا مصر كلوكيشن للجزء الثاني، في حته منه في نص الثاني على الاقل، وكانت تجربه كانت جميله جدا. قعدوا 40 يوم وكانوا مبسوطين جدا، وده كان حضرتك برضو اول فيلم اكشن يتصور في الاهرامات، فده كان برضو حاجه دخلت التاريخ عندهم هناك، ان يبقى في اكشن سيكونس كامل متصور في الجيزه عندنا في الاهرامات. طيب انت خطوتك اللي جايه ايه في الموضوع ده؟ يعني هتكمل في موضوع بالود، ولا انت بتعمل كمان افلام مصريه او مسلسلات مصريه؟ تمام. هو حضرتك اكشلي انا في المجال ده بقالي كام سنه، بقالي سنين اكشلي، بس دلوقتي بقيت فول تايم في مصر، متمركز هنا دلوقتي في البحر الاحمر، وشغال على كام بروجكت جايين ان شاء الله، ونفسي ان شاء الله لو جات لي الفرصه اشتغل جوه مصر مع ناس ومنتجين ومخرجين مصريين، عشان انا بالنسبه لي طول عمري بايد الانتاج المصري والانتاج اللي بيطلع من افريقيا من ايام زمان. يعني انا بالنسبه لي حتى ببص على مصر كمكان بسميه زي اي جي وود، فبالنسبه لي مكان كبير وقريب جدا لقلبي، وعايز ان شاء الله اعمل حاجات كتير. مو انت بتمثل في الافلام دي باي لغه؟ حضرتك انا بقدر بس بالانجليزي predominantly في معظم الحاجات اللي عملتها قبل كده، وبالعربي طبعا، وبعرف اتكلم اسباني، وعلى حسب طبعا اللهجه ايه، بالذات في الانجليزي او بالعربي بتعامل، ف على حسب طبعا كل دول. في المسلسل الاخير بتاع عيد الاضحى كانت اي لغه استخدمتها؟ استخدمنا كان بالانجليزي وبالعربي الاثنين اللغتين. مو اسماعيل انا ببارك لك وبشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا.